استاذ احمد. اهلا، اتفضل. التليفون اللي بظن. الو؟ ايوه. مين؟ ايوه موجود. مين؟ ما بعرف. الو؟ ايه انا عمر. اهلين. اهلين عمو. مين؟ إيه ليش لا؟ مثل ما بتحب. لا ليش يكون عندي مانع؟ مثل ما بتحب عمو. مع السلامة. مع السلامة. تنسلم لي على خالتك زينة. عمو تحسين مو عمو صلاح. شو بده؟ ماما مو وقت الحكي هلا. شرفت سيد أحمد. الله يزيدك شرف. يعني هلا ما عاد تعجبكم غرفة الصفرة؟ حدا بس انه هيك قاعد بفوت على الغرفة. صباح الخير ماما. شو بده منك؟ مين؟ تحسين. قلت لك ما بعرف شو بده. أكيد في لعبة جديدة ناوي يلعبها. ماما يلعب ما يلعب، أنا ماني ولد صغير. يعني رح تروح تشوفه. ليش حتى ما أروح؟ لأنه سرقك وسرقني، سرقنا كلنا. أنا مو نسيان إنه سرقنا. بس بيضل عمي. لك تخلى عنك من قبل ما تولد، ما تعرف عليك بقرش واحد ولسه بتقلي عمي؟ يعني شو بتقترحي؟ انه ما يشوفه؟ بقترح انه ما تضلوا ساكتين. طيب شو نعمل؟ تقلبوا الدنيا على راسه. يعني نروح ونضربه؟ ايه ليش لا؟ ماما عرفاني شو نتيجة هيك شغلة؟ عرفاني شو يعني نروح ونضربه؟ ما بتهمني النتيجة، بهمني نحصل حقنا. ماما البلد فيها محاكم وشرطة. بعدين ما فكرتي واحد سهل؟ لا ستي، إذا كنتي عم تفكري هيك فأنتي غلطانة، غلطانة كتير. بعدين بصراحة أمرك عجيب اليوم. كل عمرك وأنتي بتطالبينا إنه نعامل الناس بهدوء وأخلاق، وفجأة بتجينا من الصبح بدك يانا نقوم ونضرب. شو صار؟ حضرتك وين كنت مبارح؟ خير. أنا ما قلت إنه الخميس المساء ما حدا يغيب؟ طيب كان عندي شغلة ضرورية واضطريت أتأخر، شو تفركشت الخطوة؟ شو بها معصبة من الصباح؟ نامي، شو القصة؟ ما بعرف. تفركشت الخطوة؟ لا بالعكس. طيب، عجبهم الشاب؟ إيه هيك الهيئة. إيه مبروك. الله يبارك فيك. طيب قولي لي، ليه زعلانة أمي من الصباح؟ ما بعرف. مشاني أنا؟ لا ما بعتقد. لك؟ أنا فعلاً ما بعرف. هلا مشان الله فهموني شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ أنت ماشي على الشغل؟ إيه. تعال أنا بحكي لك. قومي نعمل.